سياس كأس العالم 98 من الدور الأول، وانتقدت الصحف بعض اللاعبين خاصة الذين تم إبعادهم عن تشكيلة المنتخب. وخرج المنتخب العراقي بخسارته مباراتين أمام كازاخستان في بغداد بهدفين مقابل هدف، ثم في مدينة ألماتي الكازاخستانية بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسبق للمنتخب العراقي أن شارك في نهائيات كأس العالم 86 بالمكسيك.